حنا في ازيلال، الزنزير كان في هذا الصباح ان شاء الله. جاب الله لقاني انا باقي ناس في الناموسيه، تحركت بيا الناموسيه وقعت الواقع في 8:37 دقيقة. هادشي اللي كان، ولكن الحمد لله ما وقع والو. شويه تحركت، شويه ماشي بحال الاول، لا بحال الاول قطع شويه، هذا ماشي بزاف، ولكن الحمد لله ما وقع والو. سمعنا مالي المدرسه هما اللي كيغوتوا، هما الجيران. لا الحمد لله. انت ما خفتيش؟ لا، كلشي باذن الله، نكونوا في باذن الله ونخافوا لا يمكن. دزات لي البيت هكا، دزات بحال الكار صافي. صحابي انا واش غير خرجت شويه دخلت صافي، هزيت التصبيحات، كندير التصبيحات، كنصليت وكنشهد صافي، داز هادشي الحمد لله. تخلعتي؟ الحمد لله قلعت شويه دابا، شويه كاع ما فضرت كاع دابا. جيت ما قلت ما بغيت، دارت لي العروسه الفزوره وكاني قلت ليه ما خوفت صافي ما قديت ناكل. 8 ونص بحال هكا وقعت واحد الهزه ارضيه في الزيلان، ودخلنا للفيسبوك قال لك السيدي البؤره ديالو كانت سميتها ايت محمد. ايت محمد وتا هنا سميتها تحركات الدنيا بزاف، تحركوا الديور، الناس اللي ناعسين، الناس اللي غاديين للقرايه، الناس اللي كاينين في الشارع، كلشي يحس بهذه الهزه هذه. وهزه النيت ماشي سميتو، كلشي يحس بها والناس تخلعوا. من طبيعه الحال غادي تخلعوا، كلشي هرب، كلشي خرج، والناس ما سميتو ما قراوش، الدراري ما سميتو ما قراوش، كلشي خرجوهم اليوم في ازيلان. حتى واحد ما قرا، الدراري ما قراوش الصباح، كلشي تخلع، كلشي خرج المعاس الصباح، كلشي الناس خارجين، شي لابس شي ما لابس، راك عارف الخلعه ديال الزاد وهادشي اللي كاين.